المشروع كان الهدف الأساسي منه دعم المستشفى الأوروبي، وهو من أكثر المستشفيات استهلاكاً للوقود، وقد تم ترسية العطاء على شركة ميجابور لتنفيذ هذا العمل، والحمد لله الآن أدى إلى تغطية احتياجات المستشفى بما يزيد أو يقارب عن 70% من احتياجات المستشفى. نحن في مؤسسة اليونوبس نتقدم بالشكر الجزيل في البداية طبعاً لليابان لهذه المنحة السخية بتمويل نظام الطاقة الشمسية، ونخص بالشكر شركة ميجابور وشركة النظم الميكانيكية شريكة في هذا المشروع على قيامهم بعمل احترافي وعلى قدر عالي من الكفاءة والفعالية في تنفيذ المشروع.